اهلا وسهلا بكم في مطبخ أمولة للكيتو واللو كارب والاكل الصحي. يلا نشوف مقادير وطريقة تحضير فطيرة الصباح في نظام الكيتو واللو كارب. شوفوا مقادير وطريقة تحضير فطيرة السمسم للفطور، جميلة جدا وسهلة. عندي ربع كوب سمسم ونقليها شوية، نحمرها شوي، نخليها في الطرف، خلي السمسم في الطرف. عندي جبنة شيدر من النوع الأحمر، نرش الجبنة مع السمسم. عندي نص كوب جبنة، هي سهلة وفي نفس الوقت لذيذة جدا، تتناسب. عندي مكعبين زبدة، فرن زبدة. عندي بيض، نحط فيها 3 بيضات. عندي نضيف 3 بيضات. شكلها رائع وجميل. عندي فلفل أسود، شوية ملح، وفي الفطيرة نغطيها شوية، نخليها لين تطيب شوية الصفار. نحطيها فيها الفطيرة جاهزة، نحطها في طبق التقديم. عندي فطيرة الصباح، فطور الصباح رائعة وجميلة مع فنجان القهوة، وإن شاء الله صحة وهنا.